السلام عليكم ورحمة الله. تبون يحدد تاريخ الانتخابات الشرعية 12 جوان المقبل، ويستدعي الهيئة الانتخابية وسيدي روحو كلي نورمال ويزيد مع شكون راح يدير الانتخابات مع الأحزاب الكرتونية اللي استقبلها في الأسابيع الماضية، وزيد اليوم اكشف مع أحزاب الموالية لبوتفليقة. اليوم استقبل الأمين العام تاع حزب جبهة التحرير هذا الحزب الزوالي اللي مسكين اللي يجي يركب عليه كامل الأنظمة اللي تعاقبت على الجزائر، دارته زعما هو الحزب الحاكم باستثناء الفترة ما بين 65 و 78 وين جمد حزب التحرير الوطني واعتبروه كجهاز، وكان يقولوا جهاز الحزب وما كان عنده حتى سلطة، مع الشاذلي اللي بدات اللي عنده السلطة واللي عنده المحافظ السياسي المحافظ تاع الحزب في الولاية عنده سلطة أكثر من الوالي، وهي واش هي السلطة؟ هي بزنس بس بالسكنات، هذه هي الحكاية. المهم استقبلوا، استقبل ثاني زرواتي ياك، هذه لنا آخر فاطمة الزهراء زرواتي رئيس حزب تجمع تعغول، الحزب هذاك اللي نزل ثاني بشلاغ مو في نهار ودراهم وكذا ومنه ومقرات وعصرنا، استقبلها واستقبل تاع ابن القاسم الساحلي مسكين الاخر تاع التحالف الوطني الجمهوري الله يدير ما كان والو وحده في الحزب هذاك. تسمى راح نعاودو نرجعو هادو احزاب ما يمثلو والو، الشعب كلاهم الاحزاب ما عادش عندها قصه، ما عادش عندها قصه خلاص ترميني. يستقبل فيهم سي تبون يزيد يطيح بروحو، يعني انت تبون حاب تحكم بلا فلان وبالتاج خسلا راندي مازال ما عيط لهم درك يجو، وبزروة بنزار وبتوفيق تبني الجزائر الجديدة ياك، هي راح تخرف لسي محمد وراح شوف حاجة تنفعك، ما تجيش الحاجة ما عندك انت على بالنا بك طرطور، ما عندك حتى نفوذ وما عندك حتى سلطة في البلاد، ولكن ما تضحكش على الشعب، اضحكك ضحك على روحك، راك تضحك على روحك، انت الشعب على باله بك كذاب كبير دابور، ولما تجي تقول الجزائر الجديدة راك تضحك الناس عليك وعلى الشعب وعلى الدولة كامل، مش من جزائر جديدة تبنيها بنزار وتوفيق، يا الشعب يخرج يغني لك، ولما سمعت شعب ماهوش طناه، شعب ماهوش طناه، تجيب له زوج مجرمين تحب تبني بهم الجزائر الجديدة. فها اليوم يستقبل لي في هذا بعجي هذا يا رنا أبو الفضل بعجي، شوف ابن عمي لو كان ما يقولش من حزب التحرير تقول هذا جابنا نعرف منين، من فلسطين ولا جا من سوريا ولا جا من العراق ولا أبو الفضل احنا ما عندناش هذا اسمه ابو الفضل هذا يا بعدي نقماوي نقمه بس نورمال، بس هذا ابو الفضل هذا يا من وقتاش كان مناظر ولا ما سمعنا به؟ انا عرفت بزاف اطارات عجبت التحرير الوطني، حتى انا اللي كانوا يتضاربوا وكذا في بعضهم، هذه ليكيب تاع بالعياط وهذه ليكيب تاع قاره وهذه ليكيب تاع مجمع حيشور وهذه ليكيب تاع هذا ابو الفضل هذا يكون يوم بطايون اليوم ولا امين عام تاع حزب التحرير، الحزب اللي اسوه بن مهيدي وعبان وبن بولعيد وبيطاط مي سافا با نو، ها ولا حزب كرتوني حتى هو، يقول حزب كرتوني حتى هو. الور بهادو تبني جزائر جديدة وبهادو دير انتخابات تشريعية، وراح تقول باللي يعني كان قانون جديد انتخابات يمنع المال الفاسد، انت يتبون انتخبوك بالمال الفاسد، شكون مولك الحملة تاعك؟
منين تبدا راهم باش مولت الحمله تاعك منين بركة ما تخرطوا على الشعب روحوا تروحوا على روحكم روحوا تروحوا ما كان لا انتخابات تشريعيه ولا غيرها دابور دير انتخابات ليك انت انت ماكش منتخب عينك العسكر وانت مزور جيت تقول انتخابات تشريعيه الله يقدر الخير لبلادنا السلام عليكم